بحور وأبيات. البحر المجتث. وسمي بذلك لأنه اجتث، أي اقتطع من البحر الخفيف بإسقاط تفعيلته الأولى، ولا يستخدم إلا مجزوءا رباعي الأجزاء، وهو من الأبحر النادرة. مفتاحه اجتثت الحركات. مستفعل فاعلات، ومثاله ما قاله ابن الرومي: تأمل العيب عيب، وليس في الحق ريب، وكل خير وشر خلف العواقب غيب، إن يمسك الناس عني سيبا فلله سيب.